باتت المواجهة بين جيش الإخوان المعتصم في رابع العدوية وقوات وزارة الداخلية متوقعة في أي لحظة بعدما وصلت الوساطات والمبادرات إلى طريق مسدود، وقد يتطلب فتحه تدخل الجيش بالمدرعات والطوافات وسط مخاوف من سفك الدم المصري بأيدي مصرية. وزارة الداخلية وجهت ما يشبه الإنذار الأخير للمعتصمين في ميداني رابع العدوية والنهضة، ودعتهم إلى الخروج الآمن قبل أن تدفع بقواتها إلى قلب الاعتصام. بدورها ردت جماعة الإخوان المسلمين على إنذار الداخلية بالدعوة إلى التظاهر غدا، رافعة التحدي إلى مستوى المواجهة. أضحت الأجواء الأمنية والسياسية المشحونة عقب عزل الرئيس المصري محمد مرسي تأخذ بعدا خطيرا، مما دفع مجلس الوزراء المصري إلى تكليف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العنف بما يتفق مع أحكام القانون والدستور، معتبرا أن الوضع في ميداني رابعة العدوية والنهضة اللذان يشهدان اعتصاما متواصلا من قبل أنصار الرئيس المعزول من جماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بالشرعية غير مقبول، مؤكدا أن الاعتصام يعتبر تهديدا للأمن القومي المصري. قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور. وبدورها حثت الداخلية المصرية المحتجين على ترك مواقع الاعتصام المؤيدة للرئيس المعزول في القاهرة، متعهدة بخروج آمن وحماية كاملة لكل من يستجيب لدعوتها. ورغم الأوامر الحكومية بفض الاعتصام، واصل الآلاف من أنصار الرئيس مرسي من جماعة الإخوان المسلمين اعتصامهم، مؤكدين إصرارهم الاستمرار حتى تحقيق مطالبهم وعدم الاكتراث بدعوات فض اعتصامهم. هذه المحاولات تستمر في تهديد وتفزيع المعتصمين، لكن أؤكد أنها تزيد المعتصمين إصرارا على حقهم في رفض هذا الانقلاب العسكري. لن نبالي بتصريحات وزير داخلية ولا وزير خارجية، ولا نهتم بأمريكا تقترب منا أو تبتعد عنا، ولا أوروبا، ولا هذا الكلام يعني. ما يعنينا فقط هو صمودنا وبقائنا في هذه الميادين، وإن شاء الله سننتصر. وبدورها حثت ألمانيا مصر على لسان وزير خارجيتها جيدو فيسترفليه خلال زيارة له بمصر على تفادي ما أسمته بمظاهر العدالة الانتقائية بعد اعتقال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن نظيره المصري نبيل فهمي أكد أن مصر لا تتبع سياسة انتقامية وليس بها عدالة انتقائية، وإن مصر بها قوانين تطبق على الجميع. وقررت السلطات المصرية إحالة ثلاثة من كبار قادة الجماعة ومن بينهم مرشدها العام محمد بديع إلى محكمة الجنايات للمحاكمة على تهم التحريض على العنف، ولم يلقى القبض على محمد بديع بعد. وألقت السلطات المصرية القبض في وقت سابق على نائبيه، بينما توجه لمرسي تهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية وقتل المتظاهرين. إلى ذلك أثارت زيارة كاثرين أشتون الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بعض ردود الأفعال الرافضة للزيارة، باعتبار أن مرسي محجوز على ذمة التحقيق في قضايا جنائية. وأعربت حركة تمرد عن رفضها للزيارة، موضحة أنه ليس من حق أشتون أن تلتقي الرئيس المعزول محمد مرسي والمحبوس على ذمة عدة قضايا، بينما رفضه قادة من جماعة الإخوان أنفسهم. إذا كانت أشتون تتحدث عن بعد إنساني، فكان الأولى بها أن تطالب بالإفراج عن الرئيس المخطوف وليس المحبوس، وكان أولى بها أن تقف إلى جانب حق الرئيس في أن يرى أسرته وحق محاميه أن يلتقوا الرئيس. من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأمريكي تشيك هيجل إن الولايات المتحدة ما زالت تعتزم إجراء مناورات عسكرية مشتركة في مصر في منتصف سبتمبر، حتى بعد إطاحة الجيش المصري برئيس البلاد والعنف الذي أعقب ذلك. وهذه المناورات المشتركة تعرف باسم النجم الساطع، وينظر إليها على أنها حجر زاوية في العلاقات العسكرية الأمريكية المصرية، وبدأت بعد اتفاقيات كامب ديفيد. وفي سيناء قتل جندي مصري في هجوم مسلح على فندق في منطقة العريج بشمال سيناء، وأكد مصدر أمني أن سيارة كانت تقل ثلاثة مسلحين هاجمت نقطة تأمين الفندق، وقام المسلحون بإطلاق النار الكثيف الذي تسبب في إصابة المجند، وتم نقله لمستشفى العريش العسكري حيث توفي متأثرا بجراحه.